بنصلي في المسجد هون، وجينا كان في حركة للجيش قوية في المنطقة من بعد العصر امبارحيات تقريبا او قبل المغرب، اللهم صل على سيدنا محمد، وعملوا حواجز أمنية هون تحت عند مصنع العلف ومصنع الكزاز تبع التوأم، وجينا الفجر صلينا هون بعد كل الحركة القوية للجيش في المنطقة بين الزيتون في الأودي في الأماكن العامة المساجد، كنا خالعين الباب هون مقتحمين المسجد ومدنسين المسجد في الأهدي تبعتهم البساطير في الطابق التحتاني في الطابق الفوقاني على المأذنة فوق. جيتنا الفجر أول واحد بجوز باجي هون كان المسجد مفتوح، هم ما اكتفوا في هذا الأمر، أجوا كمان بعد الظهر طبعا مع كل النشاط اللي لهم في المنطقة، ما فارقوا المنطقة قطعيا، الأودية الشوارع الرئيسية بين الشجر بين الزيتون كأنه حركة قوية جدا. أجوا هون علينا ما اكتفوا، برضو دنسوا المسجد بعد الظهر وبرضو اقتحموا المسجد وكانوا يبحثوا عن شخص واخذوا الحج ابو سرور معانا على فتح لهم المأذنه والسطح، اجبروه يطلع يفتح لهم، وان شاء الله خير، ما الحمد لله رب العالمين، ما في شيء يعني عندنا، بس في حركه منهم مجنونه كالعاده يعني عندهم مال الجيش.